استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بمجلس سموه العامر بقصر الوادي الجهات الرسمية والشركاء والرعاة واللجنة المنظمة العليا والمساهمين لاستضافة وتنظيم مملكة البحرين أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 11 إلى 18 من نوفمبر المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية، والذي يشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والنسخة 18 من بطولة القتال للشجاع بريف. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته بدوام التوفيق والنجاح للجميع. أكد سموه الاستمرار في الجهود الرامية لدعم مكانة مملكة البحرين عالميا في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الرياضي، ومشيرا سموه إلى السعي لأن تكون البحرين إحدى الوجهات الرئيسة في العالم الحاضنة للفعاليات والبطولات، خاصة بعد النجاح والتميز الذي حققه أسبوع بريف الدولي للقتال العام الماضي. أضاف سموه أن النجاح الذي تحقق هو ثمرة لجهود الجميع والإسهامات المتواصلة لدعم هذه المبادرة، واليوم نحن أمام مهمة جديدة عبر استضافة وتنظيم البحرين للنسخة الخامسة من بطولة العالم للهواء، وكذلك بطولة بريف في نسختها 18، وهي فرصة للجميع أن يشارك في تحقيق نجاح يتجدد على أرض مملكتنا الغالية. أعرب سموه عن الاعتزاز والفخر بالشراكة والمساهمة المتواصلة للجهات الرسمية والشركاء والرعاة والنابعة من الحس الوطني والمسؤولية تجاه المجتمع البحريني الواحد، والحرص على تلبية الدعوة التي تم توجيهها لهم لبلوغ أعلى معدلات النجاح والامتياز في هذا الحدث الرياضي العالمي لتكون البحرين دائما في الطليعة.